اسعد مساك ابو شايف، يعطيك الف عافيه. يعطيك الله يرضيك ربنا، وربنا يعطيك حتى يرضيك الامانه انك ابدعت. بس انا عندي سؤال واكيد كثير من المتابعين بيسالوا، انت خبرتك اكتسبتها هون في امريكا؟ لا انا ان شاء الله 25 سنه خبره. مصنع لا زال قائم بالاردن. انت عندك مصنع، مصنع شو؟ شركه مصنع اثاث اختبارات زائد مطابخ زائد تلبيس خارجي، اجهزه خارجيه خشب. وجيت هون على امريكا من 5 سنين، والله اعطاني الناس المحترمه زيك وبلشت ابلش معاهم، والحمد لله البزنس ممتاز. بس بدي احكي انه نفيد الناس ونعطيهم شغله حلوه بما يرضي الله. الله يبارك في عمرك. انا اسمه يا جماعه الخير، قديش يعني احنا عندنا خبره في الحياه واشتغلنا مع ناس كثير، عمري ما شفت شخص بيشتغل في البيت وكانه بيته على كل صغير وعلى كل كبير وبالصانت وبالطلع وكذا. مش بوجهك اقسم بالله، حكيتها كثير بجوز الناس بتشهد، كل ما بذكرك بقول الله يبارك في رزقه قد ما هالزلمه فعلا بيشتغل من كل قلب. هاي من طيبه قلبك يا ابو احمد. والله انت بتشتغل ما شاء الله، رجل متابع انت ولزوجتك ولاولادك، ونعمه التربيه ونعمه الاحترام عندكم ما شاء الله. والله حسيت حالي بيت اهلي. الله يبارك في عمرك، حي اصلك يا ربي. يعني صدقا شوفوا هذا كله الحكي تبارك الرحمن، يعني بتقدر تقولوا انه هذا شغل الزلمه، من خزايا، من تركيب، من تظبيط، من تشكيل، من تجمع الامر وتشرف على كذا وتجيب عمال وتجيب حط وكذا، بفضل من رب العباد اول شيء بالاراده، وبفضل من رب العباد كمان بفضل هذا الرجل. سواعدك بنفسك الطيب حبيبي، بنفسك المعبد الطيب. على كل إن انا بدي احكي شغلي، انا دائما وابدا بتعرفون وبتعاونين، احنا ما بنحكي الا الصدق، يعني لانه هذا بالنهايه امانه. اي شخص يا جماعه الخير سواء في منطقه هيوستن، في المدن القريبه من هيوستن، حتى انا اجى كثير ناس على فكره من شيكاغو حكيت لك. اي شخص بحب انه يتعامل مع هذا الرجل عنده مشروع هون في امريكا في المدن، طبعا حسب الضغط حسب كذا، راح انزل لكم ان شاء الله رقم للتواصل باذن واحد احد، تتواصل عليه بتقول احنا حابين انه ابو خالد يشتغل لنا ورشتنا. هذا رقم واحد. رقم اثنين يا اهل الاردن خاصه اهل عمان، اي واحد بده شغل في هذه الامور كيف يتواصل بعمان؟ ممكن يتواصل خلال الرقم الامريكي، وان شاء الله اذا في تطورات نزوده بالرقم الاردني. ما زال شغال الرقم الاردني بس مش دائما عم بستعمله لانه شريكي بالاردن، وان شاء الله بنلبي الجميع. شو اسم المحل اللي كمان مره بالاردن؟ مودرن ستايل الطراز الحديد، مصنعنا بالمقابلين خلف اسواق الجمعه. بارك الله فيك ابو خالد، ربنا يعطيك حتى يرضيك وتسلم على الايادي، وان شاء الله ربنا بفرحك في اولادك ومن مزيد من زايد لازبد.